انضم الينا الان الدكتور احمد محيسن الكاتب والمحلل السياسي من برلين. دكتور محيسن مساء الخير، عام جديد يبدا مساء اذا، النور، كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير، عام جديد على الشعب الفلسطيني وعلى قضيته. سنوات شهدت ركود ولم تتململ القضيه قيد انمله كما يقول البعض، وربما حصاد اوسلو ليس بالكثير. ولكن سؤالنا الليلة هو تعقيبا على تصريحات الرئيس عباس التي أكد خلالها بأنه لا انهيار ولا حل لهذه السلطة الفلسطينية، بعد أن كان هدد في فترة سابقة بحل هذه السلطة. ما دواعي باعتقادك هذا التأكيد الآن على بقاء السلطة، وماذا حققت السلطة في جردة ربما سريعة لحسابها؟ سيدي الكريم، الشعب الفلسطيني تعود على مثل هذه التصريحات المتناقضة من السيد محمود عباس، وسمعنا مرارا وتكرارا بأنه هدد بحل السلطة واللجوء إلى جعلها دولة ليصبح رئيسا لدولة بدلا أن يكون رئيسا لسلطة. ولكن في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها شعبنا، هو يدرك بأن ذهاب السلطة يعني ذهابه، وبقاء السلطة هو مكتسب لبقائه ولبقاء من حوله وعائلته وأبنائه. ولم يشهد الشعب الفلسطيني عبر تاريخه النضالي والكفاحي بأن مر عليه قائد لثورته ولمؤسساته مثل السيد محمود عباس. ولكن سيد محيسن، عذرا لضيق الوقت فقط، يعني حتى لا يقول البعض بأننا ربما نتحامل على الرئيس عباس، دعني أدافع الآن على لغياب طبعا طرف آخر. طيب، قد يقول أنصار الرئيس عباس، وقال الحقيقة أحدهم منذ قليل محمود من الأردن، يقول بأن الرئيس عباس حول الدولة الفلسطينية من الورق إلى الواقع، وأيضا عمل ما يستطيع على تحقيق الوحدة الوطنية. الرئيس عباس حقق الكثير، منتقدوه لم يحققوا شيء كما يقول. سيدي الكريم، تعودنا أيضا على هذا الكلام الإنشائي ممن يقفون في طابور الارتزاق وعلى باب الصراف الآلي لأخذ الراتب. الرئيس محمود عباس مضى على ولايته 11 عاما، وهذا الجيل الذي يقود الانتفاضة الذي تلف محمود عباس على تسميتها مرة بهبة مرة بتحرك، هذه ثورة للشعب الفلسطيني تريد كنس الاحتلال. ومحمود عباس كما يخشاه حاليا بأن تصل غضبة الشعب الفلسطيني إلى أروقة أين يقبع هو وزمرته. هذا هو خوف الرئيس محمود عباس، ويتمسك ببقاء السلطة. ونسمع أيضا إما أنا أو التطرف أو الإرهاب أو داعش. هو عندما أصبح يرى بأن الشعب الفلسطيني لم يعد يروق له بأن تكون الأجهزة الأمنية تدافع عن المستوطنين الذين يستبيحون كل الحرمات الفلسطينية. رأينا المستعربين من الصهاينة والمستوطنين، ورأينا في الآونة الأخيرة من وصفهم بالمتصهينين من الشعب الفلسطيني الذين قمعوا الانتفاضة وقمعوا التحرك الفلسطيني الذي كان يتحرك لمواجهة المستوطنين والاحتلال. ونرى أيضا أخي الكريم بأن هذا الجيل الشاب هو جيل أوسلو، هو الذي تحرك وانتفض في وجه الاحتلال، هي ليست ردة فعل. طيب، على كل حال سيد محيسن، هذا الجيل الفلسطيني، جيل كما أسميته جيل أوسلو، انتفض ضد المحتل ولم ينتفض ضد السلطة، وهذا ربما أيضا يعني دفاع على السلطة وعلى منجزاتها. أين هو الشعب الفلسطيني؟ لماذا لم يوجه رسالة مشابهة لرسالتك هذه للرئيس عباس ولسلطته إذن؟ سيدي الكريم، أنت تلاحظ أن التحرك الفلسطيني والانتفاضة الجماهيرية الشعبية الفلسطينية هي في مناطق جيم، حيث لا تتواجد هذه الأجهزة الأمنية التي تدافع عن بقائها. انظر ماذا يفعلون بأبناء شعبنا، والفيديوهات وشهود الأعيان واتصالاتنا بأهلنا. السجون الفلسطينية لهذه الأجهزة الأمنية مليئة بالمناضلين ومن أبناء حركة فتح أكثر من البقية من البقية الفصائلية. والمتحدث معك هو أصلا يعني من أبناء حركة فتح، ولا يستطيع أحدا أن يقول من باب المعارضة أو المناكفة. نحن دفعنا ثمن هذه الثورة وثمن هذه الانطلاقة التي اقتصرت على إيقاد شعلتها في المقاطعة، الدماء
السيد محمود عباس يصادر ويقتصب هو ومن حوله الآن ثورة شعب ويقف مع أجهزته الأمنية في وجهه. طيب طيب سيد محسن دعني أختم معك لضيق الوقت. الآن قضيتكم يبدو أنها راوحت مكانها بنظر الكثيرين في السنوات القليلة الماضية، هل يكون عام 2016 عام لتحريك هذه القضية وتصويب المسار كان على المستوى السياسي أو على المستوى المقاومة؟ وإذا كان السلطة كما تراها أنت هي أس المشاكل، فهل يتخذ فيها قرار شعبي هذه السلطة إما البقاء أو الزوال؟ الرئيس عباس يقول السلطة باقية، أنت ماذا ترى أن يجب أن يحصل في هذا العام الجديد؟ تفكيك السلطة يعني تفكيك الاحتلال، وتفكيك الاحتلال يعني تفكيك هذا الكيان. السلطة عبء على الشعب الفلسطيني، والقرار الجماهيري والمؤسسات الفلسطيني الحقيقي قالها، وأنظر واتبع القلة القليلة ممن يصفون الرئيس محمود عباس بأنه حقق إنجازات و نريد إنجازا واحدا، وانظر المستوطنات كما تضاعفت، وانظر السور، وانظر المعتقلات، وانظر الإبعاد، وانظر التهويد، وانظر المقدسات ماذا فعل، ما هو الإنجاز الحقيقي الذي حققه لنا؟ هذه السلطة هي عبء علينا، وهذه السلطة حققت إنجازات له ولعائلته ولزمرته وللمنتفعين من حوله الذين لا يوصلونه بجوز الصوت الحقيقي لهذا الشعب، هو لا يقرأ لا يسمع لا يرى، هذا هو الواقع الحقيقي. والشعب الفلسطيني لن يطول صمته وسيتحرك بهذا الاتجاه لتفكيك من يقف عائقا أمام كنس هذا الاحتلال، ولا نريد أن نرى قوات لحد في فلسطين. ما يقوم به أبناء الأجهزة الأمنية حاليا في فلسطين هو كما قال، ولكن بصورة أبشع وأشد سوداوية. هذا الشعب الفلسطيني يستحق قيادة أفضل من هذه القيادة الموجودة حاليا، هم المستفيدون الحقيقيون من بقاء هذه السلطة، والسلطة هي ثمن بقاء هذا الاحتلال بتلقيهم المال، والذي يحافظ على بقاء هذه السلطة الاحتلال والقوى المعادية لأبناء الشعب الفلسطيني. دكتور أحمد محيسن الكاتب والمحلل السياسي من برلين، نشكرك جزيل الشكر.